جايز عزام يلي تعرفنا عليها سابقا كمان خلال ام تي في الايف، ودائما عندها تحديات كثيره بترفع فيها فعلا هيك راس كل اللبنانيين بالعالم، مثل ما بترفع هالعلم على قمم العالم. سبق وتحديتي نفسك وقدرتي تتسلقي 7 قمم من ضمنهم قمه الايفرست، وحضرتك اول امراه لبنانيه بتقدر تقوم بهالانجاز وثالث امراه عربيه قدرتي تقومي بهالتحدي. اليوم بدنا لك اهلا وسهلا فيك اول شيء، دائما بنفرح بوجودك معنا لانه دائما بتعطينا تحفيز ودائما بتفرجينا قد ايه عن جد المراه اللبنانيه فيها تكون مراه حديديه حقيقه. تحدي جديد كلايم فور بيروت، رح تتسلقي 7 قمم جديد ولكن لبيروت هالمره، وريعهم كله رح يروح لمساعده المتضررين من انفجار بيروت. خبرينا شوي عن هالموضوع، كيف طلعت الفكره معك؟ اكيد بعد انفجار اللي صار ببيروت وكل هالاشياء الصعبه اللي عم بيعيشوها العيال واولادهم، اكيد انا ك تشايلد بروتكشن ادفوكيت مع جمعيه حمايه والي سنتين بشتغل معهم، قررت انه اكون عم ساعدهم، هيك عم بعطيهم لانه هن اسم الله عليهم على الارض. الفريق عم بيكون عم بيشتغل من 5 اب على الارض، عم بيشتغل مع العيال مع الاولاد، وخصوصا عم بيساعدون يعطون دعم نفسي لانه نحن بنعرف هالتروما الصدمه اللي عشناها كلنا كيف على الاولاد. وانا بتذكر صراحه حالي لانه انا عشت بالحرب وعشت بالملجا وعشت القصف، وكيف هيدا الشيء اثر لي على انه ما يكون عندي حلم. يعني انا بال15 16 ما كان عندي حلم، لا اجى الجبل اللبناني اذا بدك فات على حياتي بالعشرينات، وهون هيك انفتحت قدامي افاق جديده. اليوم انا هيدا الشيء هالخبره اللي عشتها شخصيا بلبنان بدي اكون عم بوصلها وعم بعطيها لأولاد بلبنان ومن خلال جمعية حماية، لأنه هن بيركزوا على مساعدة الأولاد ودعمهم وكمان حمايتهم من أي نوع عنف إن كان جسدي جنسي أو لفظي وبكل الوسائل. يعني يمكن الرياضة هي نوع من يعني وسيلة من وسائل الحماية عن النفس. صحيح. أيضا أول شيء بدي أوجه تحية لكل العاملين بحماية يلي هن من أهل البيت كمان عنا، وبدي أقول لهم يعطيهم ألف عافية على هالشغل الجبار يلي عم بيقوموا فيه بخلال هالفترة. فيمكن الرياضة اليوم تسلق الجبال هو وسيلة دفاع اليوم عن الكآبة عن الحزن عن أنه نفوت ما يعود عنا حلم مثل ما ذكرتي وغيره. أنا شخصيا ساعدتني كتير، قوتني الجبال، يعني رياضة الجبال بحد ذاتها لأنه بكون بتواصل مع الطبيعة، وبذات الوقت بكون أنا عم بحقق إنجاز لإلي، هذا شيء بيبقى لإلي وهذا بقوينا من جوا كإنسان، ما عم نحكي كإمرأة أو كرجل، كإنسان ولا الأطفال أكيد. فأنا اليوم لأني عم بحضر لإنجاز جديد للبنان واللي هو الإكسبلورز جراند سلام، عم بتمرن لكون عم بقطع مسافة بالقطب، وصل على نقطة القطب الشمالي وبعدين نقطة القطب الجنوبي، حتى بكل هالأوضاع بعدني عم بحلم رانيا. فظيعة شو بدي أقول لك؟ بس بتعرفي ليه؟ لأنه وقتها بالكوفيد بكورونا نقلت وعشت بمنطقة الأرز واللي هي إلي أنا أكثر من سنتين بتمرن فيها، ليه؟ لأنه بنام على عروق 2000 متر وبقدر أتسلق لحدود 3088 متر اللي هي أعلى قمة بالقرنية السوداء نعرفها كلنا. بس أنا هلأ عم بتمرن وعم ببرم بالجرد، شفت أنه هلأ مش أنا اكتشفتهم بس أنه تعرفت على هال7 قمم اللي هن أعلى من 3000 متر بالجرد اللبناني. أو وقتها صار الانفجار ونزلت حتى على الأرض مع جمعية حماية، يعني ساعدتهم بكل قدراتي، لأنه أنا مع جمعية حماية عملنا مثل هيك وركشوب بروح عند التلاميذ المدارس قبل. هلأ اليوم نزلنا على الحدائق العامة، نزلت مع الفريق وبخبرهم قصتي، بقول لهم كيف أنا حلمت وكيف كمان يعني من الضعف عملت قوة ووصلت ورفعت علم لبنان على أعلى قمم العالم. وبتسألهم أنه يرسموا حلمهم، برجع بعطيهم يمكن ما حدا عم بيسألهم يكون شو حلمكم. فهيدا الشيء كمان اشتغلناه على الأرض، ومن هون اجت الفكرة. سألتينا بشو كيف اجتك الفكرة؟ قلت ليه ما بجمع الجبل مع وبكون هالجبل اللبناني اللي عطينا كتير لكلنا وبعده صامد وجماله ما حدا بيقدر يخفيه إذا بدك، أو أنا لأني كمان قاعدة فوق عم بتمرن، قلت بدي أخذ هالنهار الأحد 4 شهر
بكون كمان تزامنا مع مرور شهرين على الانفجار، انه يكون عم بتسلق اعلى 7 أمم بجرد اللبناني اللي هن اعلى من 3000 متر بنهار واحد، وبهيدا الشيء يكون عم بخلق مبادره لادعي العالم يتبرعوا لجمعيه نعم. حمايه. عم نشوف هون احلام الاولاد اللي عم ينرسموا، عم نشوف ايضا على الشاشه gogetfunding.com هالويب سايت اللي ممكن يقدروا يتبرعوا صحيح. من خلاله لحتى يدعموا لبنان ويدعموك كمان جويس بهالمشروع هيدا يلي ما راح يكون سهل ابدا. مش معقول الاولاد قد ايه بيقدروا يعبروا بالرسومات وقد ايه مهم يلي عم بيصير لحتى يعطيهم امل. يعني اليوم اولادنا المراهقين خصوصي يلي صار عندهم وعي كافي يشوفوا شو عم بيصير، عم بيعيشوا بلا امل. هيدا امل جديد لهم، يمكن مش بس بتسلق الجبال، يمكن باي موهبه عندهم اياها، اي صحيح. نشاط بحبوا يعملوه صحيح. يقدروا يوصلوا فيه للاخر. ما في شيء واقف بدربك جويس، تعرضت لكثير صعوبات ان كانت صح. جسديه ان كانت خلال التسلق خطر كمان صح. قدرت تتخطيهم، شو اللي ساعدك تقدري تتخطي كل هيدا؟ أنا على طول بقول الجبل هو الوسيلة، الجبل مش هو الهدف. الوسيلة كانت لإلي لأتخطى أنا، يعني أول شيء الصعوبات اللي كنت خلقتها لحالي أنا شخصياً، وهيدا الشيء أكيد بيجي من صدمات عايشينها تروماز نحن وصغار، واللي أنا يعني بنت هالبلد خلقت بلبنان وعشت كل عياشة الحرب اللبنانية. أكيد الأمل بيجي وقت أنت تبلشي تعملي شيء بتحبيه وتشوفي انك عم تحققي حالك. يعني بتذكر بال2007 اول مره وصلت على اعلى قمه بلبنان قرن السوداء، حسيت احساس بالنجاح ما حدا بيقدر ياخده مني بقى. يعني بتذكر رجعت على المدينه على بيروت، قلت هيدا الاحساس بدي منه اكثر. انا يعني شفت الفرح تبعي بالجبل، هلا الفرح تبع كل شخص يمكن يكون انه بالموسيقى بالرسم بحيالله شيء في يعبر الانسان عن حاله. انا لقيت الجبل كوسيله صحيح. وهيدي الرساله اللي بوصلها للاولاد من خلال جمعيه حمايه، انه اليوم ما في شيء بوقفكم، ما في شيء بيقدر يكسر لكم حلمكم. ولاعطيهم هيك دفع اكثر، اخذت لهم احلامهم على علم يعني ورفعته على اعلى قمه بجبل ايفرست. وهيدي كانت رساله اذا بدك لكل الاولاد مش بس لبنان، العالم، انه احلامكم ما حدا رح يقدر يكسرها. بدي احكي شوي تقنيا عن هالبروجي الجديد. بدي اقول كمان انه عم تتعاوني مع جمعيه لبنانيز ايس هوكي فيدريشن. بدي فوت اكثر بتفاصيل هالايفنت يلي رح بيكون ب 4 اكتوبر من 6 الصبح اذا مش غلطانه، وبدنا نشوف قد ايه بياخذ وقت، كم يوم، كيف رح بيتم التحضير لهالموضوع بعد هالوقفه. حلمي اتسلق جبال، انا حلمي اصير حكيم، اكون لاعب فوتبول، حلمي بروم العالم. بيروت دمرت ب 4 اب 2020 دمرت معها طفولتنا يلي اصلا عشناها بالحرب، دمرت معها احلامنا ومستقبلنا حتى طموحاتنا. بنت الاربع سنوات يلي استشهدت 163 شهيدا، عمره 9 سنين، من هون من لبنان من محل ما بلش حلمي انا جويس عزام، عم شوف احلام الاطفال عم تنمحي قبل ما تبلش تنرسم. ولأنه بكل واحد منا في أمل وأحلام وشجاعة، قررت جمعية حماية بالتعاون مع اتحاد الهوكي الجديد اللبناني تكون الألوان برسمة أحلام أطفالنا. وأنتو كمان كونوا الدعم لكل طفل شايف ببيروت الأم والسلام والوطن. نا
نحن بحاجة لحلم كمان جويس. بعدني بشوفي كل ما بتحضري أو كل ما بتحكي عن هالموضوع بتدمعي من أول وجديد. يعني خصوصا هالغنية بتذكرها من أنا وصغيرة. كنت عمري 4-5 سنين كنت غنية فبتأثر وبتذكر. وإن شاء الله نكون عم نعطي هالدعم للولاد لبنان ما بقى يعيشوا هيدا الشيء. هون بس بدي أشكر جمعية الآيس هوكي اللبناني، الاتحاد اللبناني للآيس هوكي اللي هو تأسس بموريال وكمان بلبنان، اللي عم بيدعمني بهالمبادره ورح يتسلقوا معي ورح يكونوا عم بيعملوا سبورت نهار كم الأحد. كم شخص رح تكونوا؟ هن بموريال وانا بلبنان، حتى هن بفرنسا من امريكا. واو. يعني الاتحاد مفرق على كل لبنان. ولا تشوفي الاغتراب هون كرياضيين عم نساعد بعض لنكون عم ندعم اولاد لبنان وجمعيه حمايه. قد ايه رح بياخذ وقت معك؟ 12 ساعة أنا جربته قبل، إن شاء الله ما بعرف كيف إذا يمكن ياخد أقل أكتر حسب، بس رح كون عم بجر دواليب يعني بذات الوقت عم بتمرن للكتب. فيتابعونا على السوشيال ميديا لأنه رح كون كتير عم شارك الكل. أكيد معك كل الفريق. بدنا نقول لك دايما انتبه على حالك جويس، نحن دايما فخورين فيك. شكرا. وناطرين الإنجاز الأكتر وأكتر بعد. وتحية لأولاد حماية كلهم، أهلا وسهلا فيك جويس عزام. بريك ومرشح.